صباح الخير مشاهدينا الكرام، جد سعداء نتلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أسرتي وكيف ما والفت وكيف ما جرت العادة على القناة الأولى. حديثنا تيكون رفقة خبرائنا في كثير من المواضيع المهمة. المجمع الجميل اليوم رفقة الأستاذة إلهام حبيب الله المحامية بهيئة الدار البيضاء. مرحبا أستاذة. مرحبا زينب، كيف الحال؟ الحمد لله. أحلى في الكواليس، مسمينا فريق شغب باش نجمعوا. وأيضا شرفنا أن تكون معي اليوم الأستاذة نبيلة بن أحود، الأستاذة في التواصل والمدربة المعتمدة في التنمية الذاتية. مرحبا بك نبيلة، كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله، نهار جديد إن شاء الله نبدأ برفقتكم مشاهدينا الكرام على القناة الأولى. مواضيع مهمة في انتظاركم من دابا شوية. فقرة راحة البال حديثنا غادي يكون على ما يعرف بالشخصية العفوية. موضة هذا المرة نخصوها باش نتكلموا على الملابس العصرية ولكن بلمسة تقليدية. أما فقرتنا الثقافية فضيفنا فيها ممثل مغربي محبوب، كثير من النجاحات في مساره الفني يجمع ما بين التمثيل والإخراج، هشام الولي النجم يشرفنا اليوم في برنامج أسرتي. البداية وكيف ما ولفتوا فقرة استشارات قانونية في إطار نشر الثقافة القانونية، نعرفوا شنو لينا وشنو علينا. تنسمعوا بالخيانة الزوجية أهم النقط القانونية المتعلقة بهذا الموضوع، تقدمها لنا الأستاذة إلهام حبيب الله فقرة استشارات قانونية. أستاذة إلهام حبيب الله، كيفاش عرف المشرع المغربي الخيانة الزوجية؟ نعم زينب، بادئ أديبت خصنا نعرفوا بأن أي علاقة غير شرعية ما بين واحد الرجل والمرأة فكتسمى هذه جريمة فساد، وكينص عليها الفصل 490 من القانون الجنائي، والعقوبة ديالها كتكون من شهر إلى سنة. لكن ملي تيكون هنا عندنا شي طرف متزوج أو لا تيكونوا الأطراف بجوج متزوجين وقاموا بهذه الخيانة هذه أو بعلاقة غير شرعية مع طرف آخر، هنا ما تنبقاوش تنهضروا على جريمة الفساد، هنا كنوليو تنهضروا على جريمة الخيانة الزوجية. لكن هاد جريمة الخيانة الزوجية خصنا نعرفوا بأنها باش كتقوم، هو إلا مشينا شفنا المشرع المغربي في القانون الجنائي ما قالش لنا الخيانة الزوجية هي كذا وكذا، قال لنا علاقة غير شرعية مع واحد الطرف متزوج أو البجوم يكونوا متزوجين عندنا واحد الطرف واحد آخر، وعطانا العقوبة ديالها. لكن رجوعا الى المبادئ الاساسيه للقانون الجنائي، كنعرفوا خصنا نعرفوا بان هذه الجريمه كتدخل في القانون، في القانون طبعا المعاقب عليها، ولكن يجب ان ترتكز على جوج الاركان قانونيين مهمين اللي هي شنو هي؟ الركن المادي والركن المعنوي. شنو هو الركن المادي؟ الركن المادي هو تحقق الفعل، يعني خاص يكون هذاك الفعل ممارس كاين دار، ومتى خصو يكون دار كتكون العلاقه الزوجيه قائمه. لحنا كنهضروا على الخيانه الزوجيه بل حتى في الطلاق الرجعي، رجعوا للطلاق شويه، وحنا كنعرفوا بان الطلاق انواع. مني تنقول الطلاق الرجعي بمعنى فيه العده 3 شهور، هذيك المده ديال 3 شهور غادي نقدر فيها نرجع مراتي او لا المراه، يعني هنا ما كنهضرش انا تنهضر على المراه بوحديتها ولا يعني بجوجهم، كيكونوا في يعني نظر القانون محسوبين على بعضياتهم، مازال يقدروا يرجعوا لبعضياتهم اذا طرات اي حاجه او لا اي علاقه من طرف من هاد جوج ديال الناس مع شخص اخر، راه تدخل في اطار الخيانه الزوجيه. اذا الركن المادي خاصه يكون هو ممارسه الفعل وعقد الزواج، يعني تكون العلاقة الزوجية. ثم كنجيو للركن المعنوي. شنو هو الركن المعنوي؟ هو القصد الجنائي، يعني أنا ناوي ندير هذا الشيء هذا. وهنا كتمثل لنا في مسألة مهمة هي الإدراك التام، بمعنى مني كتكون هذه الخيانة هذه ولا مني تكون هذا الفعل وكتكون بحالة تلبس أحيانا، تنشوفوا مدى إدراك ومدى الوعي ديال هذوك الأطراف، قد يكون عنده خلل عقلي واحد فيهم أو لا قد يكون مخدر. يعني خاصنا نشوفوا الادراك باللي راه هذا الشخص كامل قواه العقليه والصحه ديالو، ما معرضش لحتى شي عمليه تخدير او لا تهديد او لا، يعني تماماً. كامل الاراده ديالو مشخن الزوج او لا الزوجه يعني وقعت الخيانه هذه، وهذا ما يسمى بالقصد الجنائي. هنا كاين واحد الحاله اللي هي ديال المشارك، لنفترض انه واحد السيد ولا السيده اللي المهم الطرف متزوج والطرف الاخر غير متزوج، غيقول لك انا ما عنديش القصد ديال الخيانه الزوجيه او المشاركه في الخيانه الزوجيه، حيت هو كيتسمى ما كيقدر يقول لك استاذ الهام حبيب الله مثلا الطرف الثالث ما مزوج وغادي يقول لك انا ما بخباريش مثلا هاد الشخص مزوج، هذا الشيء اللي بغيت نقول، غيقول لك انا ما بخباريش
القانون لا يعذره بجهله لهذه الصفه ديال داك الطرف الاخر. تقول دائما في اطار الخيانه الزوجيه، غيبقى دائما في المشاركه ديال الخيانه الزوجيه. ورجعنا للفصل 130 من القانون الجنائي، اش تيقول لنا؟ تيقول لنا بان المشارك يعاقب بنفس العقوبه ديال الفاعل الاصلي. واخا، يعني بحالك بحال الخائن، بحالك بحال داك المتزوج الخائن. واخا، نعم. في حاله الخيانه الزوجيه شكون اللي تيتقدم بالشكايه؟ نعم، في حاله الخيانه الزوجيه هنا حنا كنعرفوا دائما بان النيابه العامه كتدخل، هي يعني الا كانت مثلا شي جريمه ضرب ولا قتل ولا هذا كتدخل النيابه العامه. هنا لا، هنا لا يمكن لاي تشعب، اولا مثلا انت كتشوفي شي واحد كيضرب شي واحد كتمشي كتعيطي للبوليس كتقولي لي هذا كيجيو البوليس كيتدخلوا. هنا لا، الخيانه الزوجيه، الخيانه الزوجيه لا يمكن حتى شي واحد يتدخل نهائيا الا ما كان الطرف المتضرر هو اللي رفع الدعوى. الزوج، الزوج ولا الزوجه، يعني الطرف المتضرر، شوف هو زوج ولا زوجه، خاصو يتدخل ويجي ويتقدم الشكايه. لكن كاينه واحد الحاله اللي كتدخل فيها النيابه العامه اوتوماتيكيا بدون شكايه ديال الزوجة أو لا الزوج، هي في حالة من يكون هذاك الطرف المتضرر خارج أرض الوطن في بلد أجنبي خارج من المغرب، وتلاحظت ممارسة هذه الخيانة الزوجية بصفة علنية ومستمرة. هنا ممكن للنيابة العامة أن تتدخل وتتابع هذاك الطرف، حماية الحقوق الطرف الآخر المتواجد خارج الوطن. المغرب. واخا، نشاهدوا شهادة السيدة اللي تعرضت للخيانة الزوجية، شاركنا تجربتها وراجعين نكملوا حديثنا من الناحية القانونية في برنامج أسرتي. واحد المره كان جا عندي وراني تصويره ديالو مع واحد السيده، كنقول ليه والله العظيم الا حشومه عليك هادشي اللي كدير، هادشي راه واخا تكون حيوان ما غاديرش هاد التصرف اللي كتجي تقول لي وكتعاود ليا. يقول لي انا باغي نعاود لك وباغي نقول لك ما عنديش انا مشكل، المهم انني نوصل لك بان راه شي حاجه سميتها العيالات ولا هذيك راه كتعجبني انا. وهز التليفون ديالو وراني مع واحد السيده، ما قدرتش نتمالك اعصابي، انا بديت كنغوت عليه داك الشيء. من مورا داكشي اللي طرا ليا تعصبت بزاف وما قديت نقولها حتى شي واحد. اكتشفت بانني كنت حامله وطاح ليا، عرفت راسي بانني كنت حامله بربعه وطاحوا ليا. المهم بقيت بحال هكاك، بقيت صابره على داكشي اللي كيدوز عليا وعلى العنف اللي كيتمارس عليا، بقيت صابره. أستاذة إلهام حبيب الله، تكلمتي على أهم النقط اللي خاص الناس تعرفها بخصوص الخيانة الزوجية، وفي كثير من المواضيع القانونية يبقى الإثبات مجموعة من المواضيع القانونية اللي تكلمنا عليها في حلقات سابقة أمر حساس شوية أو لا صعب في بعض الأحيان. هل يصعب الإثبات ولا كيفاش ممكن تثبت واحد الخيانة الزوجية؟ وشنا هي الوسائل اللي كيعترف بها القانون؟ الوسائل واضحة ومحطوطة في الفصل 493، شنو تيقول لك؟ تثبت جرائم الخيانة الزوجية يا إما بمحاضر الشرطة القضائية، ويا إما بالاعتراف، ويا إما بالاعتراف القضائي. بمعنى كانت حالة تلبس، جاو شافوا البوليس أو الدارك هذيك الحالة، لكن محضر الشرطة القضائية اللي كيثبت هذيك الحالة. الاعتراف، الاعتراف هو اعتراف المتهم بأنه دار أو لا، اعتراف بمكاتب وأوراق صادرة عن المتهم كاتب خطياً. هنا نقدروا نحيلوها لما يسمى بالجريمة الإلكترونية ديال الخيانة الزوجية. كاينه خيانة زوجية إلكترونية؟ نكمل غير الاعترافات ثم الاعتراف القضائي اللي مثلا قدام القاضي هو تينكر في جميع المراحل، ولكن قدام الهيئة اعتراف قضائي تيقول بالفعل انا تم ارتكاب هذه الجريمة هذه. نرجعوا للسؤال ديالك زينب، هو واش كاينه الخيانة الزوجية الإلكترونية؟ هو في خضم هذا التطور التكنولوجي والتطور بين قوسين، ان هذه طبيعة الحال
هنا كانت مجموعة من الشكايات اللي تقدموا بها الأزواج، سواء أزواج ذكور ولا زوجات، إناث تقدموا بشكايات من أجل الخيانة الزوجية الإلكترونية. ما مفادوها بأن هذاك الطرف المتضرر تعرض للخيانة الزوجية. هنا كاين الخيانة ويمكن أن تثبت رجوعا للمادة 493، تقول لك اعتراف بأوراق ومكاتب صادرة عن المتهم. مساجات في الواتساب، أشنو في الفيسبوك، أشنو صادر على المتهم؟ تقول لي ميساج، تصويرة، تصريح، تصويرة. لكن نرجعوا للتعريف الأول اللي قلت، الركن المادي والركن المعنوي. شنو قلت في الركن المادي؟ الركن المادي هو قيام الفعل. إذن إلى صدر مني أنا، يعني كنهضر مع شي حد في مواقع التواصل الاجتماعي وتم التصريح بأن راه وقع الفعل، فهمتينا شنو بغيت نقول؟ وقع الفعل. إذن هنا حنا رجعنا 493، أوراق ومكاتب صادرة عن المتهم. أنا صرحت بأن وقع فعل الخيانة. إذن هنا جريمة إلكترونية، ما شفناش الواقعة ولكن كاين حالة تلبس، ولكن كاين اعتراف صادر من المتهم رجوعا للركن المادي والركن المعنوي. يعني وأنا بكامل إدراكي وبكامل قواي العقلية قمت بهذاك الفعل، وأنا تنتراسل مع هذاك الشخص، ولا أنا كزوج كنتراسل مع ديك السيدة وتنصرف وتنحكي. غير نزيد أنا غير نمشي معك غير باش نوضحها بطريقة واضحة. مثلا ملي كتقولي الاعتراف ديال المتهم بكتابة، ما يكتبش أنا كنخون، ولا أنا كنخون مرتي، ولا أنا كنخون الزوج ديالي، ولكن ممكن يكونوا رسائل للشخص الطرف الثالث، ممكن يكون تصويرة، ممكن يكون فيديو، ممكن تكون محادثة فيها بعض. واش هذه كتدخل في الإثبات ولا لا؟ دائما غنشوفوا على حسب واش تواجد الركن المادي والمعنوي، حيت لا يمكن قيام جريمة ديال الخيانة الزوجية بدون هاد الأركان هادو. إذا إلا كان فيديو يوثق الفعل لا غبار عليه. هنا كنمشيو هنا مثلا إلى تم الطعن من طرف المتهم في الفيديو قال بأنه مفبرك، بطبيعة الحال هنا الشرطة العلمية راه قادرة باش أنها تعرف هذاك الفيديو واش مفبرك ولا لا. إلى كانت صور، بطبيعة الحال هي الشرطة قادرة باش تعرف بأنه مفبرك ولا لا. إذا الضحية اللي وقع عليه هذا الفعل هذا بطبيعة الحال كيتقدم بهذا الشيء اللي لقى، وهنا الشرطة القضائية اللي كتقوم بالبحث والتقصي لمعرفة توفر هذاك الركن المادي والمعنوي واش كاين. أما نجي مثلا ولقى شي محادثة ولا هذه، هنا الزوجة بعد الأحيان أو الزوج تكون متأكد يعني عارف بأن هذاك الشيء راه ماشي راه كاينة خيانة، ولكن للأسف ما كاينش دليل. احنا راه في هاد الجريمة هذه هي راه من السهل الممتنع، خطيرة جدا في الإثبات. علاش؟ مثلا الزوجة ولا الزوج يكونوا حاسين تعرفوا للخيانة. أنا سنهضر من الناحية القانونية، أنا سنهضر من الناحية القانونية. أما إلا جينا نهضروا على الخيانة، راه غير شوفي إلا طولتي راه خيانة، راه غير ضحكة ماشي هي هذيك، راه خيانة. واخا أستاذ عيلة محمد الله، خلينا في 493 صافي، بقينا نمشيو 493. حنا غنمشيو لأن مهم جدا نبيلة بن وحود، وباختيار سير ما نطولوش فيها. شخص كيمشي يخون شريكة الحياة هنا زينب، عندنا جوج الاشياء. عندنا واحد كيمشي مع سبق الاصرار والترصد دونك تماما وكيمشي كيقوم بعمليه الخيانه، وكاين اللي كيدخل في علاقات مع اشخاص ما كيعرفهمش اولا كيعرفهم وهو مزوج، وكيوليو بعد اوفيت لي كومونيكاسيون اتصالات محادثات. ولكن الخيانه الزوجيه علاش غنمشي للخيانه؟ الخيانه الزوجيه لان الانسان كيظن انه شريك الحياه ديالو، يعني ما كيوفر ليش مثلا هذاك الدفء العاطفي، وما بقاش كيعمر له عينيه، وما بقاش قادر يعيش وياه واحد قصه حب، دونك اوتوماتيكمون كيقلب على شي حاجه وحده اخرى. ولكن كان واحد النوع اخر اللي هو الخيانه في الدم ديالو. يعني ملي كنقولوا خيانه في الدم ديالو، بالنسبه لي عادي انه يكون عنده بزاف ديال القصص وبزاف ديال الحكايات، دونك بالنسبه لي هو راه ما كيخونش، هو حاجه طبيعيه كتجي من بعد لي كرويانس اللي تانستالاو في الصغر، انه بالنسبه لي باش يكون واعر خاصو يكون عنده بزاف ديال الصداقات، وكيعرف بزاف ديال مثلا النساء او الرجال، يعني هذا حالات جوج. وبالنسبه ليه هذاك هو اللي كيخليه يحس بانه راه عنده واحد الشخصيه جذابه، ودونك دائما باقي كيقدر يعجب الطرف الاخر. الوازع الديني تيكون هنايا الهام، ملي كنقول الوازع الديني سي فغي، ولكن ما نساوش بان المجتمع ديالنا راه كيسمح
بزاف ديال الاحيان سورتو للراجل. حنا ما كان بيان سور ما كان ما كنعموش، ولكن دائما كنقولوا هو راجل. دونك غيان كو هذه الفكره مثلا كتخلي الانسان كيقول لك هو غلط وكيرجع لدارو وكيرجع لوليداته. دونك داكشي علاش اها غادي نتكلموا من الناحيه القانونيه. نرجعوا للفصل اللي انت مصر عليه استاذ الله تقريت انت ديالنا قانونيه لحظه كنحاولوا نفهموا من مختلف الجهات باش نقدروا نفهموا علاش خيانه بعدا تكون اصلا العقوبات اللي كتسنى الشخص اللي كيقوم بالخيانه الزوجيه من سنه الى سنتين. ما فيهاش الهضره، ما فيهاش الهضره مع العلم ان هذاك المشارك حنا قلنا مثلا كتمشي عليه نفس العقوبه، كتمشي عليه نفس العقوبه اها واخا كان كاين اشخاص ربما اللي كيكونوا هما ضحايا عمليه الخيانه الزوجيه كيوصلوا لمرحله من المراحل، هما راه مشاو وتشكاوا وقدموا الشكايه، ولكن كيوصلوا لواحد المرحله كيبغيو يتنازلوا. كاين اللي كتقول لك اولا اللي كيقول لك ما خاصة النساء، خاصة النساء راه 99 اللي قلنا واقيلا زدت فيه 99 لا ما نعطوش ولكن اغلبيه النساء الاحصائيات لما كتشوفها مي كنشوفوا حالات ديال سيدات كيتعرضوا اغلبيه وتيتنازلوا كتقول لك انا ما غنخربش داري انا راه مشى وغادي يرجع ما بقاش غادي يعاود لعده اسباب. التنازل واش كيوقف هذا الملف؟ يضع حد للعقوبه اوتوماتيكمون كيجي الراجل مثلا او لا دابا ما عرفتش علاش حنا كنهضروا على الخيانه نقولوا الراجل بالنسبه للجنسيات في الطرفين بجوج مثلا وقعت الحاله ديال التلبس او لا تم شكايه ولا اعتراف شنو ما كان توبع هذا الرجل او توبعت هذه الزوجه بالخيانه الزوجيه كيجي الطرف المتضرر كيتنازل سالة العقوبة وغتحبس سالة الحد للمتابعة ما كاينش نهائيا الشخص اللي شارك في عملية الخيانة الفصل الصريح الفقرة الأخرى اللي مشى على الخائن يمشى على المشارك المشارك كيبقى كتسمى مشارك في العقوبة ديال الخيانة الزوجية وبالتالي لا ما غتسقطش عليه غتبقى العقوبة اللي هي كتسقط على اللي استفاد من التنازل لا غير والمشارك تتبقى عليه كتسمى مشارك في جريمة الخيانة الزوجية وما غاديش يتعفى من العقوبة إلا قال أنا ما كانش في خباري ولا هادي ولا ديك. واخا كاين أزواج هنا خلينا نتكلموا على الرجال كاين الرجال اللي تيكون عندهم تعدد الزوجات واش ضروري عيالاته كاملين كما كنقولوا بالدارجة مشكلة كبيرة هذه مشكلة كبيرة فاش كتلقى مثلا واحد حصل في الخيانة الزوجية وعنده ثلاثة العيالات ولا أربعة العيالات فهذه هنا شنو غادي دير؟ هو المفروض المفروض اللي خاص يكون اللي هو المنطق أنا كتبان لي هاكا المنطق هو أن عندك أربعة العيالات ثلاثة قلتي ثلاثة ولا أربعة مو متعدد عندك العيالات كاملين كيف من تمشيتي درتي التعدد وجريتي عليه وقفتي وتبتي للمحكمة وجبتي المبرر وكذا وكذا وخديتي وقد بيه نهار خنتي وجيب الموافقة جيب التنازل ديالهم التنازل ديالهم كاملين هنا قانونيا اش كنقولوا؟ الفقه والاجتهاد وما صارت عليه المحاكم جيبنا تنازلات ديال وحده وسير في حالاتك. واخا تكرار الخيانة سواء من طرف الزوج او للزوجة واش تكرار مثلا كاين اللي فيه كما قلتي الدم ساري في الدم سواء مرأة ولا راجل واش يعاود وتنازل شريك الحياة ويعاود يتنازل هنا هذه أنا غادي نقول لك يعني كان ملف كيروج في المحاكم اللي بهذا الشكل هذا وكانت يعني سابقة لأن راه في هذه الملفات هذو راه كل مرة تلقاي شي ظاهرة ولا كتلقاي شي حاجة كتخرج لك حاجة جديدة كان ان الزوج لاحظت نيابة العامة ان كل مرة كيتم القبض في حالة تلبس على على واحد السيدة في وضعية حالة خيانة ولادة مني كيسولوها كيعرفوها بانها مزوجة كيستدعيو الزوج تيقول ليه مراتك هي عندنا شنو غادي دير تتقدم بالتنازل المرة الأولى الثانية لحظة النيابة العامة هو أن ما يمكنش هاد الزوج شتي الطينة ديالو كل مرة تيعيطوا ليه تيتقدم التنازل كيتنازل هنا دارت ليه التحريض على البغاء علاش؟ لأن بعد البحث عرفوا بأن هذاك السيد هو للأسف هذيك هي خدمته متزوج وكيستعمل الزوجة ديالو من أجل البغاء وتقلب عليه ولا هو معرض ولا هو متابع لجريمه ديال التحريض على البغاء. شكرا لك استاذه الهام حبيب الله وضحت الصوره من الناحيه القانونيه فيما يتعلق بالخيانه الزوجيه. كاين غير واحد النقطه ديال ظروف التخفيف واخا هو ما هضرناش على هضرنا على العقوبات هضرنا على ظروف التخفيف كاين واحد النقطه هي بالنسبه لجريمه الخيانه الزوجيه
هي ديجا راه شامله ظروف تخفيف الا كان تنازل وخا. لكن 418 الفصل 418 من القانون الجنائي جاب لنا واحد المواد جديده تقول لنا بان في حاله الا كانت هناك جريمه لاحقه للخيانه الزوجيه، بمعنى لا قدر الله واحد الزوجه مثلا دخلت وشافت واحد الوضع ماشي هو داك ديال الزوج ديالها مع شخص مع سيده اخرى او لا العكس. فهنايا تيكون عنصر المفاجاه تقدر تكون لا قدر الله جريمه اخرى خيانه الزوجه احنا دوينا عليها، لكن بفعل هذاك المفاجأة وقدر واحد يضرب الآخر تقدر تكون عملية قتل تقدر هذا هنا في هذيك الجريمة اللاحقة لهذه الجريمة الخيانة ديال الخيانة الزوجية كاين ظروف ديال التخفيف كيستفيد منها المتهم ماشي هو ماشي الخائن، المتهم اللي تعرض للصدمه ربما من هذه عمليه الخيانه واخا. شكرا لك استاذه ايلام حبيب الله. مشاهدينا خلينا هذه المره نتكلموا مطبخ عفوا ونتعرفوا على شهيتنا اليوم فقره 8 الشاي. مشاهدينا مرحبا بكم. الوصفة ديال اليوم غتكون عبارة على جوج ديال المقبلات شرقية أو بالأحرى مقبلات لبنانية اللي هما حمص وبابا غنوج. تفضلوا معايا باش نشوفوا المقادير ديال هاد الوصفة. أول حاجة غادي نبدأ بها هي 200 غرام ديال الحمص اللي بيتو ليلة كاملة في الماء، يعني مفزق مزيان وسلقته كيتسلق حتى كيتسلق لنا مزيان باش كيتطحن باش كيجينا في هاد الشكل هذا. عندي هنايا الطحينة، عندي واحد ياغورت مسلوس، شوية ديال المعدنوس مقطع، عندي هنايا حامضة معصرة، أو بوغ العطرية غادي نحتاج شوية الكمون، ثومة ومليحة. أما بالنسبة لبابا غنوج غادي نحتاج هنايا جوج ديال لوبيرجين مشويين أو لا دنجال، والعطرية غادي نستعمل نفسها اللي غندير في حمص. ودابا غادي ندوزو باش نشوفو الطريقة ديال التحضير. أول حاجة غادي ناخدها عندي هنايا واحد الأشواغ هي اللي غادي ندير فيها كاع المكونات ديالي. غادي نبداو بابا غنوج هو الأول، غادي نزل هكذا الدنجال ديالي، غادي نزيد ليه واحد المعلقة ديال الياغورت مسلوس، شوية ديال المعدنوس، لو جو دو سيترون، شوية ديال الكمون تقريبا غير راس ديال المعلقة، واحد الفص ديال الثومه، وبطبيعة الحال ما نساوش الملحه، ندير غير واحد شويه حتى نذوق ابخي. هادشي كله غادي نجمعو بزيت العود، تقريبا غندير واحد ربع كاس ديال زيت العود، واخر حاجه هي الطحينه. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش الطحينه راه هي لا بوغي ديال الزنجلان، غادي تلقاوها متوفره في المحلات التجاريه الكبرى ولا في الناس اللي كيبيعوا ادوات الحلويات، تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار، هي اللي كتعطينا داك لوغو في هاد المقبله ديالنا. وغادي نطحن هادشي كله ونتلاقاو. ومن بعد ما طحن ليا بابا غنوج غادي ندوز هكذا باش نحيدو، نحطو في طبق التقديم وندوزو باش نوجدو حمص. ما غاديش نحتاج نغسل الميكسر ديالي، غادي ندوزو واخا فيه بابا غنوج باسكو تقريبا المقادير تتكون متشابهه، دونك ما غاديش ياثرنا على المذاق ديال الحمص ديالنا. غادي ندير الحمص ديالي هكذا باش يتطحن، غنضيف عليه المقادير اللي دفت البابا غنوج، واحد المعلقه ولا جوج معالق كبار بما ان عندي الكميه ديال الحمص اكثر من الدنجال. غادي نزيد هكذا عصير ديال الحامض، تقريبا واحد نص حامضه معصره، ضريش ديال الثومه، شويه ديال الملحه هنايا ردوا بالكم الا كنتو ديجا سلقتو الحمص بالملحه، شويه ديال الكمون، وبطبيعه الحال المكون الرئيسي في هذه الوصفات بجوج اللي هو الطحينه. كندير واحد 4 معالق كبار، وغادي نضيف قليل من زيت البلديه
صافي ونطحن كلشي. صافي انا غادي نبقى مستمره كنطحن الحمص ديالي ونحيد ونخوي لو بلون دو طرافاي ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها ونتلاقاو في حلقات مقبله ان شاء الله. شكرا لكم نرجع مشاهدينا مازال مكملين معكم حلقة اليوم من برنامج أسرة تي في إطار الاهتمام بصحتنا النفسية وراحتنا من أجل حياة أفضل. دائما في حلقاتنا تنتكلموا على شخصيات كثيرة تنحاولوا نفهموها وتنحاولوا نفهموا التفاصيل المهمة بخصوصها باش نقدروا أننا ربما نعيش واحد السلام فيما بيناتنا ويكون عندنا نظرة واضحة على الآخر. اليوم الشخصية العفوية، كاين اللي تقول لك أنا عفوي اللي في لساني ولا اللي في قلبي على لساني، وكاين اللي تقول لك أنا غنية، واش هادو كلهم تدخلوا في إطار الشخصية العفوية؟ مجموعة من الأشياء المتعلقة بهذا النوع من الشخصيات انطرقوا لها رفقتنا نبيلة بن وحود الأستاذة في التواصل والمدربة المعتمدة في التنمية الذاتية وفقرة راحة البال. تراوتو خرجها من قلب الطبيعة باش نلقاوها في كيري جبل الجديد بالحليب 100% طري، مذاق الخفيف وخبرة كيري. كيري جبل، كل التراوة اللي في جبل. كيري جبن اختير الجبن المفضل لدى المستهلك المغربي. في هذا الشهر الكريم الافطار ألد مع كيري. نبيلة بن وحود، كيفاش ممكن نعرفوا الشخصية العفوية؟ هي الشخصية ديالنا كتكون متكونة من ثلاثة ديال الحالات، عندنا حالة الأب وحالة البالغ وحالة الطفل. دونك في الحالة ديال الطفل كاين عندنا حالة ديال الطفل سومي، يعني اللي دائما كيقبل داكشي اللي كنقولوا ليه، وعندنا الطفل الغبال اللي دائما كيقول لك لا ما بغيتش، وعندنا الطفل العفوي يعني تنسميه لونفون سبونتاني. دونك الشخصية العفوية هي الشخصية اللي كتستعمل في أغلب الأحيان الطفل العفوي باش تدخل في محادثات مع الغير. دونك هنايا هاد ثلاثة ديال الحالات اللي كندوزو منهم، حنا دائما كندوزو منهم. نقدر نشرح بعجالة زينب، مثلا ملي كيكون عندنا الشخصية ديال الأب دائما كنحاولوا كنعطيو مثلا نصائح، كنقول لك لا ما مزيانش تهضر هكا، أولا خاصك تدخل بكري، خاصك تنعس في هاد الوقيتة، تاكل هاد الماكلة. شخصية البالغ هو اللي ما عندوش يعني الأحاسيس، كيتصرف بطريقة لوجيك، كيحاول يفهم أشنا هما يعني الظروف والملابسات اللي كتكون شي حاجة باش ياخذ قرار. والطفل هو اللي مسؤول على جميع الأحاسيس. يعني الشخصية العفوية هي الشخصية اللي كتعبر لنا على الأحاسيس ديالنا بلا فيلتر، بلا ما ديالها. توقف ديالها يعني وديالها ديال زعما الشخصية ديالنا كتخرج اللي قلبها على لسانها. اكزاكتومون، كنخرجوا الأحاسيس ديالنا في أي حالة من الحالات، وكنساو بأننا عايشين في واحد يعني في واحد لو كونتكست ولا مع ناس اللي ما نقدروش نهضروا قدامهم ديك الطريقة، كنساو الحالة اللي عايشين فيها. الإحساس هو اللي كيخلي ديك الشخصية كتعبر وبصفة يعني سريعة، وبعض المرات كتقدر يعني بعض المرات كيكون مزيان، ولكن بعض المرات كتقدر ترتكب بعض الأخطاء، لأن ماشي جميع الحالات اللي كنكونوا فيهم تناسبها العفوية، أننا نكونوا تنتكلموا بطريقة عفوية. واخا، ولكن علاش نبيلة بن وحود صنفناها كشخصية؟ واش حنا ما فيناش العفوية هكا؟ لا، عندنا كلنا العفوية. ولماذا ولينا كندوي على النوع من الشخصيات؟ يعني هي الشخصية اللي كتخلي الطفل العفوي فيها كيتكلم أكثر، ماشي ديما ولكن غنقولوا كازيما بحال واحد نقولوا 90%، ما عندناش لي ستاتستيك، ولكن كتكون في اغلب الاحيان هذاك الطفل هو اللي كيتكلم. يعني هي شخصيه اللي ما كتقدرش تحكم بزاف في المشاعر ديالها. يعني ملي كيكون المشاعر، كلنا عندنا مشاعر واحاسيس، غير كنعرفوا كيفاش نستعملوا يعني التحكم وهذيك الانتيليجنس ايموسيونيل في مثلا في العمل، في موقف مثلا حزن ما غاديش نتصرف بنامبورت كيل مانيير. دونك هذيك الشخصيه كتكون كتغلب على الحالات ديالها يعني في اليوم. كلنا عندنا العفويه، كلنا عندنا
العفويه غير كاين فينا اللي الطفل كيخليها كينعسو وكيقول لي انا غادي نستعمل مثلا الحاله ديال الاب او الحاله ديال البالغ، وكاين اللي دائما الطفل كيخرج وكيديرونجي يعني ما كيخ... واخا ما يبغيش كيلقى راسو كيهضر كيقول لك واش شتي، وانا دائما ما كنعرفش نسكت راه حتى كيهضروا كيسالي وكيعاد كيحس براسو ناري اش قلت دونك لي اتنا كتخرج باستمرار. واخا ايجابيات الشخصيه العفويه هي نقدروا نقولوا بانها هي شخصيه كتعبر على الداخل ديالها، يعني ما كتعرفش راه مثلا ما خصنيش نقول انا خايف ولا ما خصنيش نقول انا عاجبني ولا ما عاجبنيش، اي حاجه فكرت فيها كتعبر عليها. يعني ربما نقدروا نقولوا ان الشخصيه العفويه من ايجابيتها ما تخافش من هذاك المثل المغربي اللي كيقول لك دوز على الواد النهار هوري ما دوز على السكوتي، ما تخافش منها ما تخافش منها لانها كتخرج داك الشيء اللي عندها، كتخرج وكتعبر على داك الشيء اللي كتحس بالضبط. يعني مثلا معروض عند شي حد ما عجب هذيك الشخصيه ما عجبتهاش مثلا تاكل شي حاجه في الخضره ولا في الماكله كتقول لك هادشي ما كيعجبنيش، يعني ما كتفكر يعني ما كتفكرش انك ولات الدار مثلا ممكن تقلق او لا نقدروا نقولها بطريقه اخرى، نقدروا نختاروا كلمات باش نقدروا نوصلوا الميساج. شخصيه كتخرج كي جات، لا انا ما كنحملش هادي، لا انا ما كنبغيش ناكل مثلا، تقول لها جاي لا ما نجيش عندك، فهمتي ستي فريز اللي كيقدروا يخرجوا بدون ان نردوا البال اكزاكتومون شنو كنقولوا، شنو هما الكلمات اللي استعملنا باش نخرجوا. واخا ايجابياتها الاخرى الشخصيه العفويه قبل ما نمروا للسلبيه، ايجابياتها الاخرى انها متصالحه مع لي زيموسيون، يعني اي مشاعر كانوا الداخل هاد الشخصيه كتعبر عليهم. حنا بعض المرات ما كنعبروش على بعض المشاعر، يعني مثلا خايف، شحال من واحد كيقول لك انا خايف ولكن ما كنعبرش على الخوف ديالي، كتبقى تغلي في القلب فوالا، كيكون مقلق ما كيبدا كيسكت هذيك لا كولير ديالو، كيكون ما حاملش شي حد ما كيقدرش يقولها. الشخصيه العفويه كتقولها لي في وجهك، هذا راه كتشوفي اكزاكتومون يجي بيا فمو قول اي دونك بلا ما تقدرت، يعني هنا كاين بزاف ديال الصدق، بزاف ديال الصراحه، بزاف ديال لوثنتيسيتي زينب. هنا نقدروا نقولوا هادو ايجابيات كثيره ديال هاد الشخص، وربما من بين التاثير الايجابي ديال هاد النوع من الشخصيات هو ان ملي تيخرج المشاعر ديالو تعبر عليها فما تيكونش قلبه عامر بالحقد للاخرين، لان موقف طرا غيعبر على شنو عنده غيدوز لحاجه اخرى كينساو بزاف. وقال الشخصيه اكزاكتومون هو ما كيبقاش شاد في قلبه حاجه واحده اخرى، انه متصالح مع ذاته، يعني فين ما خرج هذاك الاحساس باش كيحس كيقدر كيخويه الي فاكو دونك، وهذه مزيانه بزاف، لان الشخص اللي ما كيقدرش يعبر على المشاعر ديالو طول الطون كيبقاو كيتجمعوا كيتجمعوا تيعمر حتى لواحد النهارات كينفجر. دونك حاجه واحده اخرى ان هاد الشخصيه تقدر مني كتعبر على شي حاجه هي ما كتقيسش الاخر، هي اللي كتعبر على داك الشيء باش كتحس. واخا كيقدر الانسان يتجرح او يقدر يقول لك انا ما عجبنيش الحال علاش هضروا معايا بهاد لافاسون، ولكن هي في ديك الوقيته غير كتهضر. مني فريمون قلت لك زينب حاله طفل عفوي، راه حنايا كنكونوا كنهضروا بلسان طفل عفوي، ما تنكونوش بلسان البالغ، لان البالغ كيفكر كياناليزي كيشوف المجتمع اش كيقول، الحاله النفسيه ديال الشخص اللي قدامه اش كيقول قبل ما يهضر. شي متعب بزاف ياك السيدة إلهام تفكر وتحسبها، حيت فاش كنحللوا جوستومون الشخصيه بهاد ليتود سميتها لاناليز ترانزاكسيونيل، ملي كنحلوا كنلقاو بان افيكتيفمون شنو اللي كيخلينا نخسروا بزاف في العلاقات ديالنا الاجتماعيه، هي نوع الشخصيه اللي كنستعمل اللي ما كتكونش غاديه مطابقه مع الشخص الاخر. لا تقدر هي تكون دائما ديالي، ولكن في الوقيته اللي انا غنستعمل لك مثلا الطفل العفوي، ديك الوقيته انت مثلا كتصرفي كشخصيه ديال البالغ، البالغ ما يقبلش الطفل العفوي، ما باغيش الجديه اكزاكتومون، ما يبغيش ديك الوقيته، كيقول لك شويه ديال لا لوجيك واش حنا ما كنتفلاوش فوالا اكزاكت. دونك هنا كيخصني انا نكون فايق بهذه المساله غير باش نعرف بان عليها حدود. اكزاكتومون عفويتي ليها حدود، وخاصني دائما نقرا الشخصيه اللي قدامي نحاول نفهم اشنو بغات مني في ديك الوقيته. نعطيكم مثلا واحد غادي تقولي لشي واحد ان اونفون كتقول له الله يرضي عليك مثلا تفضوا، اشنو كتسني منه؟ كتسني منه يتصرف كطفل سومي، يعني الطفل كيقول لك داكوغ، الا قال لك لا دار الطفل غوبيل. دونك انت كتولي ذاك الاب اللي كيكون مثلا شويه كيقول جونتيمون، كيولي ذاك الاب اللي كيقول قلت لك تفضوا، قلت لك تفضوا. هنا شفتي زينب اوتوماتيكمون كتبدلي، لان الاخر جاوبك بطريقه اللي ما كنتيش كتنتظريها. دونك الطفل العفوي الا خرج اون فيت، يعني الشخص اللي هو كيستعمل الحاله ديال الطفل العفوي مني كيستعملها دائما راه ما كيردش البال لاشنو واقع حداه، يعني هادوك الاشخاص اللي كيهضروا معاه راه حتى هما عندهم احتياجات في هذيك ديك الوقيته. وهذه ربما من بين السلبيات ديال الشخصيه العفويه. الشخصيه العفويه ما كتردش البال للتطلبات المتطلبات الاجتماعيه اللي كتكون في ديك الحاله. انا نكون بخير اكزاكت، لا انا متصالح مع راسي، ولكن بعض المرات ما يمكن ليناش. مثلا هاد الشخصيه العفويه تقدر تعطيك شي كومونتير او لا دير شي تقييم
تحكيم على شي حاجة، ممكن دير ان جوجمون وهي بالنسبة لها راه عادي، ماشي دائما عادي. ممكن تشوف تقول لك ضعفيتي غلطيتي، وهذيك بطريقة يعني حتى المعافوية اتونسيون، راه بعض المرات كيكونوا بعض المواقف ان الناس ما كيقدروش مثلا يتقبلوا شي حاجة، ربما ما تقبلش انها كانت ضعيفة ولا غليظة، ممكن تكون يعني كاين واحد الجمع وما كيخصناش دائما نهضروا قدام ناس كتار، يعني كاين اشياء اللي كيخصنا نردوا ليها البال باش ما نطيحوش في اخطاء يعني تواصليه مع الشخص الاخر ونقدروا نجرحوه ونقدروا حتى العلاقه تطاشا. نبيله بن وحود، كاين بعض الاشخاص كيقول لك باللي الشخصيه العفويه كتخرج الاسرار، واش صحيح؟ ممكن لان شوف لي زونفون واخا تقولي لهم ما تقولش، بعض المرات كيقولوا كيقول لك ماشي قاعده، انا ماشي قاعده بيان سور، لا هي ماشي قاعده، ولكن تقدر تحس بان بغات تقول وتقول لك انا ما قادرش نسكت، ما خلاش عندي، ما قادرش نخبي، ولكن كتبقى اسرار الناس ربما حاجه مهمه خاصنا نختارها. ديك الشيء علاش خاصنا واحد نوع من النضج زينب. فوالا هذا النضج هو اللي غنتكلموا عليه، وربما غنديروا تمارين برفقتك اليوم كيفاش نتحكم في شخصيتي العفويه، اللي ربما كثير من الاشخاص كتعجبهم انهم عفويين وراضين على انفسهم ومتصالحين مع نفسهم، كيفاش يوضعوا حدود جميله باش هذيك الشخصيه العفويه اللي مناسبهم هما تكون ايضا لا تؤذي الاخرين. الوغ اول حاجه كنقول بان واش اي حاجه انا بغيت نديرها عندي الحق نديرها، هذه نوع من انواع النضج. حنا ملي كنا صغار بيان سور كنا كنهضروا ما كاينش مشكل، ملي كنبداو كنكبروا كنوليو كنعرفوا امتى كيخصنا نقولوا شي حاجه، دايوغ كنربي ولادنا بهذيك الطريقه، كنقولوا لا هذه ما كنقولوهاش هنا، حنا ماشي بوحدنا ما خاصكش، دونك هذيك كنعاود نرجع بحال بغيت نعاود نربي نفسي، يعني ملي كنلقى راسي انا شخص عفوي كنبقى كنقول بلاتي انا شحال من مره كنادي الناس، شحال من مره كنشوف لي فيزاج تقلبوا تقلقوا، بنادم ما عجبوش الحال، دونك علاش؟ يعني انا عندي واحد النصيب كبير من المسؤوليه هنايا، حيت سوفون الشخصيه العفوي كتقول لك والاخر ما كيعرفوش، لا ما كاينش شي حاجه شنو ما كيعرفش الصراحه، راه ماشي كل هي صراحه مقبوله، كتكون بين الصراحه والوقاحه اكزاكتو، كاين بعض الصراحات اللي كيكونوا بالصح كيادي وكيجرحوا كتكون وقاحه افكتيفمون، دونك هنايا اول حاجه كتحاول تربي نفسها واش في جميع المواقف نقدر نهضر بنفس الطريقه، شنو كنقولوا في التواصل كنقولوا بان ما يمكنش اي موقف كيطلب مني واحد المجهود، يعني انا راه انا ولكن الشخص اللي قدامي شكون هو، انا واش قادر يتقبل عفويتي، واش قادر واش يفهم واش يفهمها، واش الحاله اللي كيعيش مصدر ازعاج اكزاكت، والحاله اللي كيعيش واش تسمح ليه انه يتقبل، لان بعض المرات الاخر حتى هو عنده مشاعر وعنده احاسيس، ما يمكنليش نفكر غير في راسو ما نفكرش في الاخر، دونك هنا كنحاول نحضر هذه المسائل هذه. حاجه واحده اخرى كنخصني نتفكر بان اي حاجه بغيت نقولها خاصني نعاودها لراسي، ديك الجمله قبل ما تخرج نعاودها نسمعها لراسي مره واحده غادي نفهم واش نقدر نقولها ولا لا، نحط راسي في بلاصه الشخص الاخر، الا انا جا شي حد وقال لي هذيك الجمله واش غيعجبني الحال؟ شحال من الناس كيقولوا لك انا انت تقولوا لي نكون صريح وما كيعجبكمش الحال ملي كنقول لكم لا فيغيتي، لا راه ماشي اي حاجه كخصنا نقولوها بهذيك الطريقه، ماشي كل مواقف الحياه 24 ساعه في النهار خصنا نكونوا صريحين. كنظن نبيله بن وحود ان مع التقدم في السن والنضج كنوليو نتحكموا اكثر في العفويه ديالنا، بقدر ما كنكونوا اشخاص كنوليو نفهموا الاخر، مثلا كتولي مثلا في بعض الحالات كتولي مع الوقت ومع الزمان وبنادم راه قدامك عارفه كيكذب عليك وكديري براسك مطنشه ما كتضيعيش طاقتك معاه، بنفس الطريقه ربما كتفهمي باللي فين عفويتك مسموح بها وفين عفويتك غير مسموح ولكن بها، ولكن خاصني لوعينا بهذه المساله زينب، خاصنا نعرفوا اولا خاصنا نقولوا لراسنا انا شخص عفوي، ولكن هذا الشخص العفوي راه ماشي بوزيتيف 100%، لا يعني عنده سلبيات كيف جميع الناس، طيب في جميع الحالات راه كاين ايجابيات وسلبيات. حاجه واحده اخرى، اشنو تعلمت من الزمان باش نضجت، شنو هما التجارب اللي مريت بهم وخلاوني في بعض الاحيان كنفقد ناس بسبب العفويه ديالي. ثالث حاجه خاصني نفهم بان الاخر اللي عليا حقوق اللي دخل معايا في علاقه كسواء عائليه او صداقه او علاقه عمل كيخصو واحد النوع من الاحترام، الاحترام ديال الشخص الاخر ومانيش بحريته اكزاكت، يعني ما نجيش نفرض عليه، اول حاجه نفرض عليه انا داكشي اللي كنحس به، ثاني حاجه ما نجيش نحطه في يعني في موقف سيء، نعتذر الى صدر مني ولقيت ان اثر على الشخص نعتذر، خاصني نعتذر ولكن خاصني سورتو نعاود ندرب نفسي ان ما نبقاش نطيح في نفس الاخطاء توجد نفس المواقف. شكرا لك نبيله بن وحود، شخصياتنا مختلفه في المجتمع، كل واحد وطبيعته وكل واحد وثقافه اللي جا منها وكل واحد والمحيط اللي جا منه، مهم جدا اننا نخلقوا لنفوسنا حدود مع بعضنا باش نقدروا نتعايشوا بواحد السلام بيناتنا ونتقبلوا الاخر، لان حتى الاخر واختلافه علينا من حقه يكون مختلف علينا
لكن نوسخ ربما كان غيكون الملل بيناتنا في الحياة. مشاهدينا الكرام هذه المرة نتكلموا فن وثقافة وضيفنا أحد النجوم، ولكن قبل خليني نشكر الأستاذة إلهام حبيب الله لأنها شرفتنا بالحضور ديالها. ثقافة اليوم فقرتنا الثقافية نتكلموا فيها ونستضفوا فيها نجم مغربي، مشوار فني مهم جدا حق فيه عدد من النجاحات المهمة بين السينما التلفزيون التمثيل والإخراج أيضا. اليوم ندخلوا العالم الممثل الجميل والمحترم والمقتدر هشام الولي. جد سعداء التحق بنا الممثل القدير هشام الولي في برنامج أسرتي. مرحبا بك هشام. شكرا زينب وسعيد نكون معك في هذه الحلقة هذه. يا أهلا وسهلا. مشوار فني مرسوم بخطوات ثابتة والحمد لله ناجحة. كل مرة كنشوفك خضروا نقولوا أن هشام الولي ونبيلة دابا غناخذ رأيها كممثلة. هشام الولي من بين الممثلين اللي تلقاهم دابا تلقاهم من بعد 10 سنين هما طبعهم في شخصيتهم في تعاملهم. هشام الولي قبل ما نرجعوا اللي فات ندويو على الجديد ديالك. الجديد كاين اعمال اللي ديجا تصورات منهم جوج اعمال تلفزيونيه قبل ما يفوت الفوت اللي غيدوز على القناه الاولى، واخر كلام اللي غيدوز على القناه الثانيه. والان حنا في صدد تصوير واحد قريبا ان شاء الله في هذا الاسبوع غنصور واحد البرنامج للقناه في القناه العربيه. اختاروا المغرب باش يكون الوجهه ديالهم والجمهور المغربي يطلع عليهم خلال الوجه ديالي. اختاروني كممثل تعود الى التنشيط. التنشيط. يا سلام متشوقين اننا نشاهدوا تجربتك الجديده في التقديم. هو ممثل منشط حيت هما في هذا البرنامج هذا التركيبه ديالو هكا في اي دوله ولا اي بلاد كيديروا فيها كيختاروا ممثل معروف عندهم لتقديم البرنامج. جميل جدا. دونك سعداء ان شاء الله نشوفوك ونشاهدوا تجربتك الجديده. المسلسل الجديد اللي غيتعرض على القناه الاولى كاين تغيير في الشخصيه ديالك؟ غنشوفوا شخصيه جديده الدور. شوف غنكون بكل صدق دائما حنا نشتاقوا الى داك الشخصيات المركبه والشخصيه اللي كتبعد عليا، ولكن للاسف دائما طبيعه الكتابه ولا حتى الاختيارات كيكون واحد الدور واحد كيبغي واحد الشاب عنده واحد المواصفات اللي قريبه لهشام الوالي اوتوماتيكمون كيعيطوا لهشام الوالي، وانا ما كيمكن ليش نرفض. كنقول واخا هذاك الدور يمكن ما امكن نحاول ما امكن نكون فيه على الاقل الا ما كانش عندي مساحه للابداع تكون كبيره نكون صادق، وداك الصدق هو اللي كيتقبلوه منا الناس وكنتمنى يتقبلوه منا، حيت للاسف ما باقي ما عندناش داك الجرأه في السيناريو اللي تخلي تشوف هشام تقول تيان انا كنت معاه فاجئني. واش نقدروا نقولوا اليوم في مجال التمثيل فاش يتم تصنيف الممثلين بحال كنقولوا فاش كنختاروا واحد الامل ممثلين كنختاروا منطقه الامان. هشام الوالي مثلا شفناه في واحد الدور ولا عطينا واحد الشخصيه للامان كنربطوه بها في السنوات وغيره من الممثلين هكا. واش هادشي اللي كيوقع؟ لا كاين لان الوتيره ديال الانتاج والوتيره ديال التصوير الوتيره السريعه ملي كنهضروا مثلا في انتاجات غربيه كيصوروا جوج لي سيكونس وجوج المشاهد ولا ثلاثه في النهار كنوصلوا حتى 13-14. هل هذا المخرج واش هو قادر ان يجيب واحد الممثل ويجلس معاه وتكون لا ديريكسيون داكتور ويوجهه و صعيبه عليه؟ النظر الظرفيه كيجيب ممثل اللي كيكون متمكن كيحفظ عارف لا تكنيك كيعرف يجيري لي سيتياسيون كيعرف يدخل ويخرج عنده لي كوت. هاد لي زانغريديون كيعطيونا ممثل من ا زد كيسالي اون باس. للاسف هادشي اللي كانت مشاو به. هشام الوالي عملك مع القناه الاولى غنشاهدوا في شهر رمضان ان شاء الله. ان شاء الله على القناه قبل ما يفوت الفوت غيكون على القناه الاولى باذن الله ان شاء الله في شهر رمضان المبارك. شهر رمضان المبارك هل هو فرصه للتقرب من المشاهد ام بلاصه كيتخلقوا المشاكل فيها للممثلين؟ لان التركيز كيكون ربما نقدروا نقولوا الحمد لله اليوم الجميل هو ان ولات عندنا انتاجات على طول العام في السنوات الاخيره، ولكن تركيزنا كمغاربه وكثير من المغاربه نظرا لانشغالاتهم والحياه وستريس الحياه كنجيو في رمضان كنركزوا مزيان مع الممثلين. للاسف وكيبقى الممثل هو الضحيه الاولى ولا هو الواجهه وهو يكون هو حلقه من بزاف الحلقات هو حلقه بسيطه حيت كاين السيناريو والانتاج ولكن انت اللي كاين في الواجهه انت اللي كتكون في الواجهه وكنطيحوا في المقارنه لان نظرا لان المشاهد المغربي هو منفتح على العالم عنده قنوات عربيه ودوليه وكيشوف انتاجات ضخمه
وللاسف كيبدا يتقارن في واحد المنتوج مغربي ولا انتاج مغربي اللي تصور في واحد الظروف معينه بعيده كل البعد على ما يصور في احنا نهضروا في العالم العربي ولا في الجيران ديالنا. لذلك ما عمر المعادله كتكون متكامله. لذلك كنمشيو للنقد ولو تكون صادق في دورك وتكون متميز ولكن ينسب لك العمل كله إلا كان العمل ناقص راح تنتمنى. لذلك ولكن الجميل هو أن اليوم هشام الوالي جميل في السنوات الأخيرة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الحديث مع عائلاتنا والمحددين ولينا كان سمعوا رضا مهم جدا من طرف المشاهد المغربي إلى الإنتاجات الوطنية. تبدأت كتبدل النظرة في السنوات الأخيرة وهو السيف ذو حدين. أول ما كنقولوا الرضا لأن تنطيحوا في مسألة المقارنة لأننا ولينا طبعنا بواحد الدراما تركية مصرية خليجية اللي هي عندها مقومات ديالها وعندها أصول ديالها ولينا كنفقدوا في هذه المقارنة الهوية المغربية في الدراما المغربية ونتحداك وتحدى المشاهدين ذاك التحدي الجميل واش ولينا كنشوفوا مسلسل ولا فيلم كنقولوا هذا مغربي ولينا يعني كتبغي تقول بلي احنا كنجيبوا كناخذوا افكارنا ولينا ولينا تبعنا المشاهد كيتاثر بهذه النوعيه ديال الاعمال اذا حتى حنا نديروا بحالها ولينا دائما السيناريو خص يكون عندنا فيلا زوينه ممثله زوينه ممثل زوين طوموبيل زوينه لباس زوين كيسحبنا هذه الدراما. مي كنقلبوا على التمغربيت ديالنا في ذاك العمل كنلقاوه ماشي وما كنلقاوش الحومه المغربيه اللباس المغربي ماشي التقليدي اللباس اللي كيلبسوه هشام الوالي واكس وايكار الناس اللي كنشوفهم عاديين ولينا ذاك الانسان البسيط المغربي في التعامل ديالو اليومي ما بقيناش كنشوفوه. اوكي ماشي في جميع الاعمال طبعا كاين في عدد من الاعمال اغلبيه ديال الاعمال ولينا كنشوفوا ولينا كنفقدوا الهويه ديالنا ديال الدراما المغربيه الهويه المغربيه في الدراما وانا اخافوا عليه وماشي انا راه بزاف الناس ديال الميدان كيناديو ولا حاولوا سيناريوهات يكونوا مغربيه نصوروا احياء مغربيه نصوروا ديور مغربيه اللباس راه حنا فرامي كتدخل عند امي ولا كتكوني انت زين في الدار كتلبسي اللباس العادي راه ماشي بالضروره كنلبس قفطان خصني حيت كيبان في لاطيلي راه حتى انا كنكون لابس بيجاما واحد البانطوف ماشي بالضروره نكون لابس كوستيم باش يعني نكونوا اقرب اشخاص اكثر لعاداتنا وواقعنا اليومي. هشام الوالي مخرج ايضا شنو اللي خلاك تمشي للاخراج؟ هل هو عشق؟ هل هو حب؟ هل هو رغبه في تطوير الذات؟ هو هي طبيعه الانسان هو تكويني هكا. انا التكوين ديالي انا نتاج تربيه واحد العائله اللي كان الوالد ديالي ميليتير ولكن في الدار كان عنده واحد الصندوق في الماكينه الحسنه هو اللي كيحسن لينا كان عنده واحد ديما الكولوم صامو الصغار الى خسروا لينا الصبابط هو اللي كي يعني ولفنا كيدير دي كاسكيت حنا عندنا هو ماشي تطفل لا حيت هما زين وكاين انا دائما كنقول لك كاين جوج مدارس كاين المدرسه الفرنسيه اللي كتامن باختصاص مخرج ممثل ممثل منتج كاين المدرسه الامريكيه اللي كتقول لك لا الانسان ما يقدرش يبقى حابس واحد المهنه ولا واحد الهوايه يقدر يجرب راسه وعلاش لا راه يمكن لك راه يمكن لك انك تقنهم علاش لا علاش نقول لك يمكن لي نتقنهم حيت تو سامبلومون كنخدمهم من القلب علاش غنحرم راسي من متعه كتابه السيناريو ولا عندي هذه الملكه راه مي كتكتب سيناريو كتعيش في عوالم كتحلم بالليل كتكون نايض وكتكتب دي بيرسوناج كتعيش من لا بيرسون علاش غنحرم راسي مي كنكون ديال الاخراج علاش غنحرم راسي من هذا البوفوار ونسين واحد البلاطو بالكليراج ديالو باللوسون ديالو بالكوستيم ديالو بالماكياج ديالو ولا ديريكسيون داكتور علاش غنبقى وعلاش غنبقى نتسنى وحده اخر يجي يعيط لي ويخدمني ويعطيني اللي يبغى ويعطيني الدور اللي يبغى وكيف ما بغى فرص لنفسك بيان سور هشام الوالي في بحث عن فرص اخرى هو نقول لك صراحه هي ماشي مساله ماشي ماديه محضة. لا فرص اخرى فرص للابداع أخرى ما نتكلموش من ناحيه اولا المادية. للابداع ونعطيك الدليل على الابداع حتى الاعمال اللي قمت الاخراج ديالهم ما عمرهم كانوا سيغ كوموند تحت الطالب كنت نهار اللي كيقيسني الموضوع نهار اللي درت اول عمل ديالي اللي هو فيلم الكلون درته نهار اللي مشيت عند منال صديقي صديقاتي المستشفى وشتها كتصارع المرض وهي بوحده وانا نكتب هي كتبت السيناريو عطاتني ودرت ليها الاخراج نهار الفيلم الثاني سميتو عوده الملك لير نهار اللي جلست مع المرحوم مولاي عبد الله العمراني وقال لي يا ولدي هشام انا بقات فيا واحد الحرقه كنخاف نموت وما نديرش بزاف الادوار والدور اللي كنحلم به هو مسرحيه لوغواليغ مسرح ديال ويليام شكسبير للاسف كان الحلم ديالي نديرها في المسرح مشيت للدار بقيت كنفكر كنقول شنو الا حققت الحلم ديال واحد الانسان علاش لا واخا ولكن هشام كنتكلموا ايضا على في كثير من الافضل باش نقدروا نطوروا من نفوسنا ونزيدوا القدم التكوين مهم باش ندخل واحد المجال فوالا
معاك اتفق معاك. الا نعطيك واحد الحاجه سينو راه غيولي اللي امن براسو راه عنده هذيك الملكه وهذيك الموهبه ولينا كنشوفها بزاف. اي واحد كيقول لك انا عندي الملكه غيجي يدخل. انا من نوع الممثلين اللي كيسالي التصوير ما كنمشيش بحالي. انا الا لاحظتي في البلاطو ما خرجتش بقيتي معنا. وكنت سولي الاخوان التقنيين كنت كنشوف لي كاميرا اول كاميرا مشيت للفاس ومشيت كذا ومشيت كذا كنشوف لي كليغاج كنشوف انا كنبغي لي ديطاي. كاين واحد السيد اللي كيركب في واحد الكار وكيجلس اللور وكيغمض عينه وكينعس وتيوصل. وكاين واحد السيد اللي كيركب مع الطريق كيبقى حادي مع الطريق والشيفور شنو دار وعلاش دار هذا وعلاش دار فهاد الطلعه وعلاش دار. انا من داك النوع اللي كيدير. انا من 2002 وانا كندير مساعد مخرج ستاجير دوزيام اسيستون برومي اسيستون عدس الاخر راه ما كاينش راه يعني مريتي بالمراحل شطبت لي بلاطو لي بلاطو شطبتهم كنت كنتسخر انا ممثل وكنتسخر وكنتسخر للممثل جميل جدا جميل يعني جدا كنمروا بالمراحل مهم احترام المراحل هذه المتعه اللي كنقلب عليها اولا واخيرا. اكيد سؤال اخير غنختم به ولان سالينا وقت الفقره ولكن خصني نختم به. الجميل في عائله الوالي اللمه تماما بقى اللمه بقى الجمعه والاي شنو كتضيف لكم انتوما؟ هذاك هي الورث الوحيد او بغيف باش نساليو. جمعنا الوالد واحد النهار وقلنا وليداتي ما خليت لكم لا اراضي ما خليت لكم لا شركات خليت لكم هاد الدار هذه هي الورث وبقات لنا هي هذيك الورث كنتجمعوا فيها النهار اللي كيتسد وجهنا العالم كنمشيو ليها. على داك الشيء كتلقى ديما هاد الضحكاكه حيت باقي بامي كنستمتعوا القوه ديالنا منهم. الله يحفظهم لكم وديما مجموعين في الخير ان شاء الله. شكرا لك هشام الوالي لانك شرفتنا بحضورك وكنتمنى لك كل التوفيق في المشوار ديالك ان شاء الله نجاحات كثيره في انتظارك. مشاهدينا الكرام فقرتنا الاخيره نختموا بها موضه هذه المره نتكلموا مع السيدات ملابسنا العصريه ولكن بلمسه تقليديه. مجموعه من المقترحات غادي نتكلموا عليها رفقة زينب خضرجي خبيرة الإتيكيت وفن العيش. تلحق بينا في بلاطو أسرتي زينب خضرجي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله. وتلحق بنا أيضا مصممة الأزياء لبنى الهديري. مرحبا بك لبنى. مرحبا بكم. اليوم غادي نكتشفوا اللمسة ديالك أزياء عصرية بلمسة تقليدية. واش زينب خضرجي هاد النوع من اللباس يصلح لكل وقت وكل مكان؟ اللبسه التقليديه كتجي زوينه سي بحال قلتي لي فيتمون ريفيزيتي كتكون فيهم واحد اللمسه تراديسيونيل كيليقوا على حسب اللمسه اللي فيهم كيفاش دايره. واخا الا كانت باينه بزاف ومطروزه ما كنقدروش نمشيو بهم للخدمه ولكن من غير الخدمه كنقدروا نمشيو بهم فين ما بغينا حياتنا العاديه نقدروا نعيشوا بهم. واخا شنو تقترحوا علينا اليوم زينب باش غادي نبداو لبنا؟ عده قطع عندنا دي فيست دي روب كاين دي فيست دي شوميز اون كريب بالكريب وي اييه وتنشوفوا هذاك فيهم طريزات نعم طريزات طريزات هذه يمكن لك تستعمليها في شي ايفينمون ولا شي خريجه بالليل مي في النهار لا لانها عامره سورتو دابا حاد لا كولور ماشي ديال الخدمه ولكن لو موديل زوين كيعطيك لينيرجي اييه كاين هذا الفولو حتى ما فيها طريزات خفيفه هذه ممكن زين خضرجي نستعملوها لحياتنا اليوميه ماشي كاع الحياه اليوميه على حسابي الا كنا غادي عندنا شي مناسبه خفيفه وبغينا نديروا كوم اون بيتيت توش وكان البرد هذه يمكننا نستعملوها في النهار بالنهار نلبسوها بسيطة بسيطه هذه ديال الصوفه حره وفيها زواق المعلم زواق المعلم واخا لبنى واش هاد لي موديل هادو كتصايبيهم هكذا ولا كتشريهم وكتزيدي عليهم اللمسه ديالك؟ لا كنصايبهم انا كاملين كاملين التيسيو والديزاين كل شيء تنشوف عندنا حتى الفساتين كاينين لي سيوات كما كنقولوا اييه لي غوب تما مو برو هذه ديال العراضه ياك هذه كتفكرنا شويه ما بين القفطان والعبايه كاين انا نوخ موديل بحال عبايه باليا قبيله اها فوالا هذه عبايه بلون اخر هي فيها طريزه وممكن كدي تخرجي بها بالنهار واخا وكاين دي شوميز على شي حد في الدار وبغيتي تكوني يعني دي كونتراكت دي شوميز شوميز طوال كتشي عريضة كتلبسيهم واخا زينب خضرجي خلينا كاين حتى لي مونطو بحسب ما قلتولي كاين دي مونطو اللي هما حتى لا كولور ديالهم باختلاف لي كولور اللي كنشوفو دائما اها اون بيتيت توش مرات كتكوني غادي لشي بليصه ولا لابسه شي حاجه تراديسيونيل فاش كتلبسي من فوقها ان مونطو كلاسيك كيجي واحد فاش كتزيدي داك لو مونطو فيه شي زواقه ولا شي طريزه فكيعطي داك اللمسه تراديسيونيل وزوينه كيف ما شفنا دابا لبنى كتورينا وحنا تنتكلموا شفناهم
كاين aussi des kimono très joli la couleur رائعه جدا هادو من الالوان هذا يمكن لك تستعملي حتى في النهار وفي الليل وهذا من بين الالوان اللي كيجيو مع كل شيء تقريبا لي تان كاملين جميع انواع البشره تقدروا تلبسوه مع جين مع تيشيرت تقدروا تلبسوه ميم ان بو ديكونتراكتي وهذه جلابه اون كوير اييه يمكن تستعملها في النهار سبور دوك الناس شويه اللي عندهم ستيل فاشن اسمحوا لي لبالي ممكن تخلينا نشوفوا هذه القطعه مره اخرى وتعطينا عليها اكثر تفاصيل ولا ممكن تهضري شويه بجهد باش نسمعوا واخا واخا اليدين ديالها كيفاش تخدموا واش بوفون اها وناس نسلا اييه ممكن تلبس بطريقه مع لي بوت هادي مع اللي كتجرب الباسكيت نقدروا نلبسوها مع دي بوتين باش نخليو ليها الشكل ديالها لانه بعض المرات كتلقاي شي قطع اللي هما سبور شي قطع اللي هما كاجوال يعني ما يمكنش نمشيو نلبسوهم مع دي تالون فكنقدروا نخسروا لو لوك هادي نقدروا نلبسوها مع دي بوتين نقدروا نلبسها مع دي باسكيت واخا اشنو المقترح الاخر كنشوف كاين دي شوميز اييه اي فوالا لي بونطالون شوف زين هذيك لا شوميز الغوز هادو دي شوميز اللي حطي ولينا كنشوفوهم في الاخر في الموضه حتى في الصيف كيلبسوهم عليه مايو اييه ديك لا توش تراديسيونيل القطعه الثانيه اللي بالسروال ديالها مريحه جدا شوميز والبونطالون ديالها ديال لولا اييه تما فيها معقدات جميله جدا شكرا لك لبنى على اقتراحاتك لنا وشكرا لك نبيله بن وحود شكرا لك ايضا مشاهدينا مبقى لي الا نقول لكم شكرا لانكم تابعتونا على القناه الاولى تبقوا على خير.